مساء الخير والسعادة على حضراتكم. طبعا يعني العاصفة اللي احنا شفناها العاصفة الترابية والأحوال الجوية الغير مستقرة، الأربع فصول بقينا بنشوفهم في آن واحد، أمطار في الصيف وعاصفة شديدة جدا وتراب كلنا عانينا منه امبارح، والحقيقة انه كمان التغير في الأحوال الجوية بقى شوية شديد عن ما احنا كنا بنشوفه قبل كده وخصوصا في مصر. هل ده تغير مناخي خاص بينا احنا في مصر ولا دي ظواهر مناخية عالمية احنا بنتأثر بيها؟ هل هو ده التغير المناخي اللي كنا بنتكلم عنه من كام سنة فاتوا الناس ما كانتش متخيلة انه ممكن يكون مؤثر الى هذا الحد؟ ممكن نشوف تغيرات مناخية كبيرة وتعمل حوادث كبيرة، وزي ما في دول كتيرة حصل عندها جفاف في الأمطار وحصل عندها جفاف في الأنهار وحصل عندهم فيضانات وحصل عندهم يعني حرائق في الغابات، بقينا بنشوف برضو عواصف ترابية شوية جديدة علينا. الأحداث كمان اللي حصلت بسبب العاصفة امبارح كانت أحداث الحقيقة يعني مرعبة بشكل كبير لناس كتير جدا جدا، والناس كانت امبارح كل واحد عايز يروح بيته علشان يطمن. اللافتات الإعلانية اللي منهم واحدة ضخمة على كوبري 6 أكتوبر اللي سقطت، وطبعا نتيجة العاصفة الترابية اللي كانت موجودة، وبالتأكيد كل الشكر لكل القائمين على العمل في محافظة القاهرة وتحركهم السريع، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللي يعني اتحرك هو وإدارة المرور يعني كل السرعة والإسعاف اللي وصل في ميعاده. لكن الحقيقة إنه كان شيء مرعب لكل اللي كان في الشارع امبارح إنه يبقى معدي في مكان فيه لافتة إعلانية، لأنه الناس كانت مرعوبة. تخيل يعني لوحة بالحجم ده تقع على حد سايق بقى موتوسيكل، سايق عربية، يعني موضوع بصراحة مرعب طبعا، وكلنا في الشارع وكلنا رايحين أشغالنا أو مروحين. كان وارد انه ده يحصل امبارح، وكان في اصابات على كوبري اكتوبر، حصلت كمان على طريق السويس لكن بدون اصابات، حصلت في مصر الجديده وكمان بدون اصابات الحمد لله، حصلت في طرق عده. يعني فالحقيقه انه كان مهم جدا جدا ان احنا ناخد خطوات تخلينا نحافظ على حياه الناس قبل ما ده يحصل، لانه كمان كتير بنشوف لافتات اعلانيه ما اعتقدش انه هنا دي واخده تصريح انها تكون موجوده، لانه اكيد في اشتراطات لسلامه وضع اللوحات الاعلانيه دي. فده ازاي بيتم؟ ويمكن العوامل اللي كانوا بيرعوها ما كانش في دماغهم انه يكون عندنا عواصف ترابيه بالشكل المختلف ده. فالحقيقه انه تم تشكيل لجنه للتقصي في مساله اللوحات الاعلانيه او اللافتات الاعلانيه اللي موجوده في الشوارع، علشان نفهم ونعرف ايه اللي بيحصل ونلحق ان احنا نتدارك اي حاجه قبل ما يحصل لا قدر الله ضرر في الارواح، وده المهم في الدرجة الأولى. خلينا نفهم مع حضراتكم إيه ممكن تكون اشتراطات وضع هذه اللافتات الإعلانية في الشوارع وعلى الطرق السريعة. دلوقتي معنا على التليفون دكتور طلعت بهلول خبير السلامة المهنية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وهل في اشتراطات ما بيتم وضعها للشركات اللي بتستخدم اللافتات الإعلانية دي في كل المناطق مش بس على الطرق السريعة، لأن احنا كمان بنشوفها فوق أسطح العمارات؟ أولا مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أنا عايز أقول أن سقوط اللوحة على كوبري 6 أكتوبر ده يعتبر حادث جسيم وتصنف في السلامة والصحة حادث جسيم. لسبب، أولا في حالة وفاة، أربع إصابات، ثلاث عربيات، يعني في أفراد أصيبوا، في أفراد ماتوا، في ممتلكات هي تم تدميرها، فيعتبر حادث جسيم. إحنا لما نيجي نبدأ في البداية نقول إيه؟ أول حاجة البرج بتاع الإعلانات ده بيعمله ديزاينر، مهندس تصميم. السؤال، هل مهندس التصميم اللي بدأ يعمله عمله على الأسس العلمية، سواء كان لكود أو تعليمات الوصفية أو تعليمات أو الكود أو المواصفات العالمية ولا لا؟ طيب هفترض إن هو فعلا صممه على المواصفات العالمية. طب معلش يا دكتور، إحنا مش عارفين إيه هي المواصفات، لو تقول لنا. لا ما هو المواصفات، لا ما هو صعب دي على حسب، بتختلف أكيد من المكان. على حسب كود البلد. صحيح. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، المشكله الرئيسيه الاداره المنوطه للسلام والصحه والمنيه وتامين بيئه العمل في وزاره القوى العامله، وبالك قالت لي انا شخصيا ان هم مسؤولين عن العاملين وسلامه العاملين ساعه انشاء البرج فقط. لا هم مشاركين في الديزاين ولا هم مشتركين اللي بعد كده. خلي بال حضرتك، يعني الديزاينر ده بيكون تابع للشركه المعلنه، حضرتك عايز تقول كده؟ دي الشركه، حضرتك الشركه اللي هي بتعمل الديزاين اللي بتعمل البرج، هي بيجيب واحد ديزاينر بيعمل لها البرج، راجل مصمم بيعمل لها البرج.
طب عملوا تبقى المواصفات؟ لان راجل مهندس ولا لا؟ طب احنا قلنا عملوا تبقى المواصفات، عظيم جدا. هل من يملي المواصفات للمهندس يا دكتور؟ نعم، ما هو ده بقى ده كودس، يعني هو بيجي يدور، الله اعلم، نقابه المهندسين يقدر يبص عليها، واخد بال حضرتك، مركز شؤون، مركز حوش البونه يقدر يشوف عليها. دي حقيقه، دي مش موجوده، لان دي بره قطاع السلامه. تمام. طب هو بقى ايه؟ خلص مين اللي اشترط؟ انا عايز هو عمل تبقى للكود، اللي اشترى اصلا الخامات اللي يركب عليها البرج، هل اشترى اصلا تبقى المواصفات اللي اتحط عليها الديزاين ولا لا؟ انا هفترض جدلا. طيب بعد ما عمل وحط ان الشركه المولات اللي ركبت، هل ركبت تبقى للديزاين وفعلا خدت على الشراء الاكويبمنت زي خرسان الاسمنت، زي الحديد اللي موجود، زي اللوحه اللي موجوده؟ لا. هل راعت الاحمال؟ هل راعت شده الريح؟ طب ايه حضرتك ان شده الريح كانت 45 كيلو في الساعه وربع ساعه كانت 60 كيلو في الساعه؟ راعيتها؟ حط السيفتي فاكتور عليها؟ طب لو حصل هزه ارضيه النهارده موجوده، تعالى، هل حصل خلخله؟ هل هيحصل ايه للبوك؟ هل راعت الكلام ده كله؟ طيب يعني يا دكتور معلش انا اسال حضرتك، هل مثلا هيئه السلامه بتلزمهم انه يتعمل تجارب مثلا على اللافتات الاعلانيه دي علشان تتحمل اي تغيرات مناخيه بتحصل؟ طبعا يا فندم، ده ترجع بقى لنقابه المهندسين. خلي بال حضرتك، انت عند حضرتك بقى شكل لجنه، عشان كده بسال سؤال. انا بسال سؤال ولسه انا هاجي لحضرتك في الحته دي بعد ثانيه واحده. تمام. طب اللوحه اللي موجوده دي، اللي هي الشاسيه اللي موجود دوت، هل حمل الشاسيه ده اتقل من الحمل اللي موجود على العواميد؟ ما هو المفروض يكون في نسبه وتناسب. يا خلي بال حضرتك، ما هو مين اللي يقول؟ مين اللي يقول الا مراجعه فنيه؟ طيب سؤال ثاني، هل الاداره او الهيئه اللي بتاجر المكان بتشرف عليه من خلال مين؟ مهندس من عندها بيشرف، ولا في لجنه من النقابه بتيجي مهندس الشارع بيشرف على كل الخطوات، بيشرف على الديزاين بس، ولا بيشرف لغايه لما بيستلم البرج؟ خلي بالك دي نقطه. طيب الاستشهاد اللي موجود دون انا بصنفه ايه؟ يعني انا لعيب كوره بشتريه ب 100,000 جنيه ولعيب كوره بشتريه ب 100 مليون، كيف اصنفه؟ يبقى تصنيف لازم صح، لان خلي بالك حضرتك دي ممكن تقع على مجابر سكنيه فوق العمارات، موجوده لوح عندنا كمان، الانتنه بتاعت البراج بتاعت المحمول، كل دول موجودين. مين اللي يقول الاحمال اللي موجوده محطوطه صح ولا لا؟ الا مكاتب الشركه معتمده ويكون ذو خبره. دي برضو نقطة مهمة جدا احنا ما بنشوفهاش. طيب يا دكتور معلش عايز اسال حضرتك، صدق رايك على وجه التحديد في الحادثة اللي حصلت على 6 اكتوبر، تفسيرك ايه لسقوط اللافتة الإعلانية دي أو اللوحة الإعلانية دي؟ رأيك ايه؟ يعني هي ليه وقعت؟ من وجهة نظري أنا أقول لحضرتك على حاجة. اتفضل. هو لو وقعت بتقع قدامها ورا، دي مالت بالجنب. معنى كده ايه؟ معنى كده ان في لود وحمل من الشاسيه فضل فتره زمنيه طويله لغايه لما جت اللحظه القشه اللي قطف بقى رعيت اللي هو الريحه راحت قلبها. هو مش المفروض يكون في مواعيد صيانه للافتات الاعلانيه دي؟ ده شيء طبيعي. انا بعمل بس صيانه، بعمل تشيك كمان على الكاسات، على الخرسانه اللي موجوده. انا بعمل تشيك كمان على الاعمده اللي موجوده. خلي بال حضرتك، ما هو مين؟ سؤال، من المسؤول؟ هل الشركة اللي بتأجر، ولا الشركة اللي بتبني، ولا الشركة اللي هي أصلا بتحط اليافطة عليها؟ حضرتك اللي تقول لي يا دكتور في حاجة زي دي. لا. هنا المفروض مين اللي يسأل؟ المسؤول الأول والأخير الشركة اللي هي أصلا بتأجر، مسؤول عنيهم، اللي هي بتاخد فلوس الإيجار. أنا كراجل بأجر، يعني باخد المكان كشركه حكوميه، بقول لهم الله خد المكان استفيدوا، انت فاهم، انا عايز اخد اكبر قدر من الفلوس. والشركه اللي بتعمل اعلان عايزه تاخد من الراجل اللي هينزل الاعلان اكبر قدر من الفلوس. الفرق ده كله بيجي فرق خامات، فرق استشاري، واخد بال حضرتك ان انا بجيب استشاري اقل، فرق خامات اقل، وخد بالك والدنيا ماشيه. وصلت النقطه يا دكتور طلعت بهلول خبير السلامه المهنيه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. طبعا تعازينا لاسره يعني المتوفي امس في حادثه كوبري اكتوبر، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وبالتاكيد مساله اللجنه اللي شكلت علشان يتم معاينه كافه اللافتات الاعلانيه الموجوده في محافظه القاهره شيء مهم جدا جدا، غايه في الاهميه الحقيقه ان احنا ننتبه لده. ويمكن الدكتور كان بيتكلم على انه المسؤوليه في مساله الصيانه، مساله الحمل اللي موجود على اللافتات دي، وحتى كان بيتكلم على حادثه كوبري اكتوبر على وجه التحديد انه اليافطه مالت بشكل غريب
يعني مش المفروض لما تقع بالشكل ده، لو هي بس واقعه اثر العاصفه الترابيه، فاعتقد انه بالتاكيد يعني هيئات المسؤوله عن محاسبه من تسبب في هذه الحادثه هيكون ليها خطوات جاده، وهنشوفها الايام الجايه لمحاسبه المسؤول عن هذا. بنتكلم مع حضراتكم لسه على العاصفه الترابيه اللي احنا بنشوفها امبارح ومستمره معانا النهارده ويمكن لحد صباح غدا. انه ايه اللي خلى العاصفه الترابيه يكون بالشكل ده؟ حديث بقالنا سنين عن مسألة التغيرات المناخية والتلوث اللي زاد عن حده في العالم كله، ويمكن الناس ما كانتش متخيلة ان احنا هنبتدي نشوف اثر ده قريب كده، لكن كانوا متخيلين انه لما نتكلم عن مؤتمرات للمناخ كانوا بيشوفوا ان الكلام ده يعني بعيد عن حياتهم شوية، مش متأثرين بيه. لكن اللي بقينا بنشوفه مؤخرا اعتقد انه ده تفسير عادي وواضح للتغيرات المناخية. أكيد العاصفة الترابية دي واحدة من أسبابها هو، ويمكن يكون سببها الرئيسي هو التغير. هل إحنا عندنا مؤشرات تنذر بالتغيرات المناخية اللي بتحصل دي؟ عندنا منظومة للرصد المستمر اللي تابعة لوزارة البيئة؟ إحنا بنتكلم على إنه تلوث الهواء ده زاد 10 أضعاف عن اللي كان بيحصل قبل كده بسبب العاصفة الترابية، فده شيء بصراحة مرعب. ويمكن كل الناس امبارح شافت الفيديوهات بتاعة العاصفة اللي كان فيها دوامات من الرمال، ما بقيناش عارفين نشوف ده، هو ده نتحقق من الفيديوهات هي دي في الغربية، هو ايه اللي بيحصل؟ الناس كلها كان عندها حالة من الذعر بسبب العاصفة دي. خلينا نفهم مع حضراتكم اكتر عن طبيعة العاصفة دي، وهل هي مستمرة، وهل ممكن الإنذار بيها بشكل مبكر؟ دلوقتي معانا على التليفون دكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع توعية او نوعية البيئة في وزارة البيئة. ويعني عايز اسال عن اسباب العاصفة اللي احنا شفناها امبارح دي، وهل ده تغير مناخي خاص بينا احنا هنا في مصر او بالمنطقة المحيطة، ولا ده تغير مناخي عالمي واحنا جزء منه؟ مساء الخير على حضرتك والساده المشاهدين جميعا. اهلا بحضرتك. يمكن السؤال اللي حضرتك سالتيه ده سؤال مهم جدا. هل ده اللي حصل امبارح والنهارده ده شيء يعني جديد علينا، ولا هو ظاهره مستمره منذ فتره واحنا اوريدي يعني بنواجهها، بس احنا يمكن حجمها هو اللي اختلف. والواضح ان هو اصلا عندنا تلوث الهواء موجود بصفه عامه في مصر وفي المنطقه بصفه عامه نتيجة الصحراء المحيطة. ده شيء يعني مثبت منذ فترات طويلة ان الصحراء والجزء المحيط بينا مؤثر علينا بشكل كبير جدا. وبالتالي التلوث الهواء كان ليه دور كبير جدا في ظاهرة التغيرات المناخية بصفة عامة. ولكن الجديد ان ظاهرة التغيرات المناخية اصبحت بتؤثر على تلوث الهواء كمان بزيادة كبيرة فيه. فبالتالي احنا اصبحنا في معضله كبيره بتاثر بشكل كبير، بتبتدي بتلوث الهواء ثم يظهر عندنا ظاهره التغيرات المناخيه اللي منطقه بجبانا، ثم تعيد تاني تزيد مشكله تلوث الهواء بصفه عامه بالنسبه لنا، فهي ظاهره معقده بشكل كبير جدا. اللي حصل امبارح ده اوريدي هي ظاهره طبيعيه موجوده بالنسبه لنا، موجوده في النص الاولاني في منطقه الشرق الاوسط بالكامل، لكن وجودها بالشكل ده والمعدل والكثافه دي في فتره زمنيه قصيره بالشكل ده، هو ده اللي احنا ممكن نتكلم عليه انه نتيجه تاثير التغيرات المناخيه بصفه عامه. طيب يا دكتور، هي تنتهي امتى؟ لانه ده برضو سؤال الناس كلها بتساله، وهل احنا مستمرين في ظهور الظواهر الغريبه شويه علينا زي العواصف الترابيه ومساله الانذار المبكر بيها؟ ده عامل ازاي واحنا دلوقتي بقينا شايفين امطار في الصيف؟ هي ظواهر غريبه علينا، ما كانش الجو عندنا في مصر ما كانش كده. بالتاكيد مش في مصر بس، في العالم كله في تغيرات كبيره وظواهر تشمل العواصف، تشمل الامطار او انخفاض الامطار، ظواهر حاده جدا بشكل كبير جدا نتيجه ظاهره التغيرات المناخيه. هي اللي حصل امبارح ده مستمر النهارده بشكل منخفض، يمكن على بكره في تحسن الحمد لله، الظاهره تختفي نسبيا، لكن اوريدي احتماليه انها تتكرر، ممكن تتكرر بس انت ممكن دي من خلال منظومه الانذار اللي تبعنا من حيث التنبؤات خاصه بجوده الهواء ممكن نحددها لمده 3 أيام قادمه، ودي منظومه تبع وزاره البيئه يعني قائمه من 20 سنه ممكن تقدر تتنبا بالجزء. وكان في انذار يا دكتور بالعاصفه اللي حصلت امبارح والنهارده؟ قلل التاثيرات نسبيا لحد ما. كان في انذار يا دكتور بالعاصفه اللي حصلت امبارح والنهارده من قبل المنظومه دي؟
المنظومه اصدرت انذار ولا بيان بيتنبه الناس فيه ان في امكانيه لحدوث زياده في معدلات الاتربه وبالتالي انخفاض مستوى جوده الهواء، وبالتالي بينبه الناس يتخذوا اجراءات احترازيه لتقليل تعرضهم للهواء الخارجي بصفه عامه. طيب. اهم اجراء المفروض ياخده الناس في الحته دي انهم يبتعدوا عن المناطق المكشوفه بصفه عامه عشان ما يتعرضوش لزياده التركيزات بصفه عامه. عن جوده الهواء، وده مصطلح مهم جدا ان احنا نعرف ازاي بتتاثر جوده الهواء بالعواصف الترابيه اللي احنا عدينا بيها، واحنا بنتكلم عن انه التلوث زاد 10 اضعاف في يوم. هو ليه معايير وليه مصادر. المصادر بالنسبه لنا يا اما مصدر صناعي اللي هو من صنع الانسان، ده بنتكلم على صناعه، بنتكلم على مركبات، بنتكلم على حرق مكشوف مخلفات، لكن في برضه مصدر اخر بالنسبه لنا هو الطبيعي. وبالنسبه لنا في حالتنا في منطقه الشرق الاوسط هي منطقه الصحراء الكبيره المحيطه بينا، بعض الدول بتبقى عندهم براكين وخلافه، الانبعاثات دي كلها بتاثر وليها مشاركه يوميه عندنا في منطقه عامه. لكن الحادث اللي حصل ده كان نموذج رفعها من مستوى انها تكون عند مشاركتها 30 40% لاصبحت 10 اضعاف المستوى الموجود، فبالتالي دي مشاركه ومساهمه سلبيه بشكل كبير جدا بالنسبه لنا. لو انا بسالك يا دكتور، هو اللي بيحصل نتيجه للتغيرات المناخيه ده ممكن انه يعود يكون افضل زي ما كنا قبل كده، ولا لا اللي بيحصل ده مستحيل انه نرجع زي ما كنا؟ بالعكس التلوث ده او التغير المناخي ده بيزداد. احنا نامل بالتاكيد ان احنا انه التاثيرات السلبيه تقل، لكن واضح في ظل ان العالم كله لا زال استهلاكه للطاقه بشكل كبير، ومفيش اتفاق عام لخفض استهلاكاتهم للطاقة، وبالتالي انخفاض مستويات غازات الاحتباس الحراري. احنا هنظل في مرحلة مستقبلية بنتأثر بها بأحداث اكستريم بتأثر علينا، سواء كانت على مستوى الطقس والمناخ وبالتالي الموارد الطبيعية بالنسبة لنا، وبالتأكيد التلوث اللي احنا نلاحظه سواء تلوث الهواء أو المية أو التربة، وبالتالي الموارد الطبيعية الخاصة بنا جميعا. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة في وزارة البيئة. بالتأكيد كل الجهود اللي الدول بتحاول إنها تفكر فيها وتنفذها في مسألة التغيرات المناخية بقت واجبة التنفيذ. لما كنا بنتكلم عن تنفيذ كل المعاهدات اللي تمت في يعني كوب 26، وكنا يعني بنستضيف الكوب 27 هنا في شرم الشيخ، كان حديث ضروري وواجب إن كل الدول الصناعية تلتفت لما يحدث في العالم من تلوث ومن ظواهر خطيرة وشديدة الخطورة خاصة بالتغيرات المناخية يعاني منها الكوكب يعني كله. إن شاء الله نأمل إنه ده يحصل في القريب العاجل، والإمارات بتستضيف كوب 28 ونشوف تفعيل أكتر لكل يعني القوانين الخاصة بالتغيرات المناخية. سيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع نكمل برنامجنا، خليكم دايما مستنيين. هو بفضل الله انا المبادره بتاعتنا اسمها نشوف بلدنا على العجله. هو النهارده جايين نشارك في اليوم العالمي للدرجات، وده يوم بينعمل على مستوى العالم مش في مصر بس الجدير بالذكرى ان مصر بتعمله في مكان العاصمه الاداريه الجديده، علشان نقول للعالم شوفوا مصر في وقت قياسي عملت منشات عملاقه. احنا جينا النهارده كلتنا يعني نشارك في الحدث ده، الحدث الجميل ده في العاصمه الاداريه هنا، في وسط المنشآت وفي وسط المباني وفي وسط التعمير وفي وسط المكان الجميل الحلو ده. دي المرة الثالثة نشارك فيه. طبعا الرياضة أسلوب حياة. النهاردة اليوم العالمي للدرجات، وده يوم الأمم المتحدة حددته في التوقيت دوت لكل العالم، بيدعو الناس أولها طبعا للسلام، ثانيا إن احنا نتنشق ونستخدم أفضل أداة للتجوال في العالم كلها، وهي رياضة الدراجات. بالنسبة لو عشان بيبقى زحمة شوية، فالناس على قد ما تقدر لو بتحاول تحافظ على النظام وكده، بس بيبقى اليوم بيطلع جميل عشان الناس كلها تبقى موجودة وكده. بيبقى كويس طبعا جدا،
عشان بنطلع مع وزير طبعا وبنبقى ماشيين وراهم، ودي طبعا حاجه شرف لينا طبعا على اللي بيحصل ده. هو بيبقى ان احنا نمشي مع الوزير ده طبعا شرف كبير قوي لينا، وبيدينا دافع اكتر ان الوزير مهتم بالرياضه ومهتم بينا اكتر، واحنا بنبقى فخورين بحاجه زي كده، وان هو اصلا يمشي في وسطنا. عارف انت اللي هي فكره لو احنا بنفرح وهو معانا يعني. بس النهاردة في وجود معالي المحافظ معالي الوزير خالد عبد العال، الحقيقة اللي بيشاركنا دايما ومش المرة الأولى. احنا طبعا اليوم الرياضي للدرجات والماراثون اللي بنعمله سنويا أمام يعني ميريلاند في مصر الجديدة المبهر، النهاردة كمان سيادته موجود معنا، في أكتر من 5000 مشارك كمان مع اتحاد المصري للدرجات علشان يلهم ويعني الشباب اللي موجودين. لكن الأثر الكبير إن إحنا موجودين في العاصمة الإدارية في الحي الحكومي، ساحة مصر، مجلس الوزراء، كمان البرلمان المصري، كلها كمان رسائل من الرياضة للاحتفاء بهذا اليوم. دايما توجيهات القياده السياسيه بشبابنا لان هم مستقبل مصر، ولما نهتم بشبابنا بنهتم طبعا بصحتهم اولا، ولما نقول صحه الشباب يعني نقول ممارسه الرياضه. ومن هنا كان يعني وزاره الشباب والرياضه النهارده اطلقت مبادره يعني صحتك في درجتك. اهلا بحضراتكم من جديد. جولات وجلسات الحوار الوطني لسه مستمر. فكر حضراتكم انه يوم الحد اللي جاي يوم 4/6 هتبدا فعاليات الاسبوع الثالث للحوار الوطني. يوم الحد هيكون فيه جلسات خاصه بالمحور السياسي زي ما حضراتكم عارفين، هم 3 محاور سياسي واجتماعي واقتصادي. يوم الثالث هيكون فيه جلسه او جلسات للمحور الاقتصادي، اما يوم الخميس هيكون للمحور المجتمعي. الحقيقه انه احنا شايفين انه حاله الحوار دي كانت ليها ضروره كبيره جدا جدا جدا، وعلى وجه التحديد أنا بشوف أنه الناس من خلال متابعتي مهتمية بمسألة المحور المجتمعي طبعا، لأنه في النهاية بيناقش موضوعات بتمسهم من الدرجة الأولى، بتمس الشارع المصري، تخص المواطن بشكل مباشر. صحيح أنه أكيد كل المحاور دي هامة ومؤثرة جدا، لكن القضايا الاجتماعية تحديدا بيكون ليها مذاق مختلف للناس اللي بتتابع. أعتقد أنه كمان الحوار السياسي في حد ذاته أمر أصلا بيندرج تحت بند الحوار المجتمعي، والحقيقه بين الملفات اللي يعني موجوده بشكل كبير ومنوط بيها الحوار الوطني انه يكون في لجنه شباب في المحور المجتمعي، ومساله الاهتمام بالحوار السياسي. اللجنه دي مش بس معنيه بقضايا الشباب زي ما احنا ممكن نفهم من اسمها، لكن كمان هي معنيه بمساله الحوار السياسي، وده الحقيقه يمكن موضوع من الموضوعات اللي هنناقشها النهارده ونفتحها مع ضيفي الكريم الكاتب الصحفي زكي القاضي، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين والمقرر المساعد للجنه الشباب بالحوار الوطني. اهلا بحضرتك ومساء الخير عليك. اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. احنا بنتكلم عن اسبوع ثالث لجلسات الحوار الوطني، بعد اسبوعين من الجلسات واسبوع يعني الاجتماعات لمناقشه مدار داخل الجلسات والوصول ل يعني نتائج بعد فرز ما تم مناقشته داخل الجلسات. حضرتك شايف انه الناس ليه تتابع الحوار الوطني للاسبوع الثالث؟ ايه اللي ممكن الناس تكون اخذته من متابعتها للحوار في الاسبوعين اللي فاتوا علشان يتابعوا في الاسبوع الثالث؟ يعني هذا سؤال عظيم للغايه، ويتعلق فعلا بسؤال جماهيري الناس دايما بتساله البعض، احنا ليه نتابع الحوار الوطني وممكن نستفيد منه ايه؟ وبالتالي احنا امام هذا السؤال لابد ان يعني تطرح اجابه وافيه يعني تغني الناس ويحاولوا من خلالها ان هم فعلا يتابعوا الحوار الوطني، وهذا ما نتمناه، ان يبقى لدينا متابعين بالملايين من كافه جموع الشعب المصري وتنوعاته، ان بيبقوا متابعينا. وخلينا نؤكد في البدايه ان لدينا قضايا تهم المواطن اللي بيسال، بمعنى لو انا رايح النهارده بتكلم عن قضايا التعليم فهذه قضايا جماهيريه بتتحدث وبتهم المواطن بشكل مباشر، اللي يخلي المواطن يتابع الحوار الوطني لان احنا بنتكلم عن الاوضاع الاقتصاديه اللي موجوده في البلد، فهنتكلم عن الموازنه العامه للدوله، هنتكلم عن الغلاء والأسعار، هنتكلم عن التضخم، هنتكلم عن أوضاع أخرى في المحور السياسي في المحور المجتمعي. فالإجابة الحقيقية بتقول أن 113 قضية اللي موجودين داخل الحوار الوطني 113 قضية بيعبروا عن يوم المواطن، بمعنى أن المواطن أول ما بيصحى الصبح بيودي ابنه المدرسة أو رايح مثلا يكشف له
او ماشي على طريق او بعد كده بيحاول يتابع اموره الماديه وموازنه البيت بتاعته النهارده يعمل فيها ايه ويصرف منها ازاي. هو ده الحوار الوطني. الحوار الوطني بيتكلم فعلا عن قضايا التعليم، بيتكلم عن قضايا التامين الصحي، بيتكلم عن قضايا الشباب، بيتكلم عن قضايا السكانيه، بيتكلم عن قضايا التماسك الاسري. يعني لو قدر الله في اسره لديها مشاكل، فاحنا الحوار الوطني بيتكلم عن المشاكل دي، بيتكلم ان احنا بنقول احنا نقدر ازاي نواجه ظاهره الطلاق، ان احنا ازاي نعمل موضوع زي الوصايه واللي كانت بتناقشه الدراما في رمضان الماضي في مسلسل الفنانه منى زكي. فبالتالي كل القضايا من اول ما بيصحى الصبح لحد ما بينام بالليل هم ال 113 قضيه اللي موجودين داخل الحوار الوطني. احنا الاسبوعين اللي فاتوا كنا يعني شغالين في 13 لجنه كانوا على مدار 24 جلسه، اليوم حد ثلاث خميس كل يوم اربع جلسات، جلستين للجنه، كنا بنناقش كثير من القضايا. عشان كده احنا حتى الاسبوع اللي فات قلنا للامانه الفنيه والمناسق العام قال احنا طب احنا لو مشينا ورا بعض يوم ورا يعني اسبوع ورا اسبوع العمليه كده ممكن ما توصلش ان احنا نطلع توصيات. عشان كده الاسبوع اللي فات الامانه رأت ان احنا لا نقعد ونعمل جلسات مغلقه وندور على التوصيات الحقيقيه، فما نبقاش بنتكلم في المجموع دون ان نخرج بنتيجه منطقيه تفيد المواطن، وبالتالي عشان المواطن لما نرجع الاسبوع اللي جاي باذن الله يبقى معانا في الصوره احنا ماشيين ازاي. وداخلين بلجان جديده زي لجنه الشباب والصحه هتبقى اول لجنه ليهم يوم الخميس المقبل 8 يونيو باذن الله. وحتى لما يعني كان عدى اسبوع وقلنا خلاص يعني الاسبوع هيبقى توصيات بس والامور يعني ماشيه في هذا السياق، لكن يعني سياده الرئيس عززنا وعزز الحوار الوطني بتوجيه سيادته للحكومه ان هي تحول اللي هو انشاء بالظبط الخاص بالمجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريب، وده كان ليه جلسه استثنائيه. جلسه استثنائيه بالفعل لان هي لم يكن مخططه لها، حتى اللائحه عندنا في الحوار الوطني بتقول ان احنا لو في احداث طارئه او احداث استثنائيه ممكن نعمل لها جلسات خاصه بعيد عن ال 113 قضيه. يعني احنا هنا ما بنكتفيش حتى بان احنا وصل لنا الاف المقترحات فبقى عندنا 113 قضيه منهم، لا لو في موضوع استثنائي او موضوع طارئ يعني بالظبط معنى كلام حضرتك ان ممكن نشوف جلسات استثنائيه يعني قولا واحدا هيحصل. واظن ان ده هيحصل بشكل كبير للغايه لان دايما الاوضاع مصر بلد ولادت اخبار ومنتجه اخبار خلال ال 10 سنين اللي فاتوا او ال 12 سنه اللي فاتوا، فبالتالي اظن ربما نواجه اوضاع استثنائيه وامور يعني تدفع ان احنا نناقشها داخل الحوار الوطني. وكان احد هذه الامور اللي سياده الرئيس وجه الحكومه المصريه ان هي تبعت المشروع القانون الخاص به المجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريب للحوار الوطني عشان يناقشوا قبل ما يروح البرلمان. وبالفعل عقدت جلسه استثنائيه يوم الاربعاء 31 مايو الماضي، وكان موجود فيها عدد من الخبراء والشخصيات وكذلك من المقرر والمقرر المساعد واعضاء الحوار الوطني يعني اللي كانوا موجودين في خلال الجلسات اللي فاتوا. لكن هنا كانت الميزه بقى ان احنا نعمل ازاي مجال مغلق اكتر من الخبراء والشخصيات العامه يقولوا رايهم في هذا المجلس، وكمان كانت مقترحات عظيمه. وانا حضرت الجلسه من اول ما بدات الصبح الساعه 12 لحد الساعه 7 او 8 بالليل، وحتى الجلسات يعني من الميزه فيها اللي انا لاحظتها خلال الفتره اللي فاتت ان احنا حتى مش ملتزمين بفكره الوقت، بمعنى ان احنا مش بنبدا 12 ونخلص 3 ولا بنبدا 4 ونخلص 7 حسب الجدول، لا احنا الموضوع بقى ممتد لان احنا كنا دورنا او رؤيتنا ان احنا ازاي نسمع كل الناس، يبقى عندنا رؤيه ان احنا كل الناس اللي موجوده دي تطرح رؤيتها تتكلم بشكل حقيقي ومضمون حقيقي عشان نقدر نفيد المواطنين. عشان كده كل واحد بيتكلم في الحوار الوطني سواء بقى شخصيه عامه، خبراء، متخصصين او حتى مواطنين، لان لدينا مواطنين بيشاركوا في الحوار الوطني في الجلسات الحوار الوطني وبندعوهم على المنصه ان هم يتكلموا ويقولوا رايهم. خلال الفتره اللي فاتت دي الناس دي كلها لما بتتكلم هي برغبتها ان هي تفيد المواطن، فلما احنا بنناقش مجلس وطني الاعلى للتعليم والتدريب هنا بنتكلم على منظومه تخص التعليم كله، بمعنى التعليم الازهري جنب التعليم العام جنب كل اشكال التعليم يبقوا عندهم مجلس واحد متعلق بالسياسات. احنا هنا بقى عشان برضو تبقى الملاحظه واضحه للناس، احنا هنا مش بنيجي على دور مؤسسات الدوله اللي هي ولا الحكومه ولا المجلس النواب، وبعدين الحكومه ممثله اصلا بالزبط. بالحوار الوطني، لكن احنا بناخد خطوه اولى قبل مجلس النواب مجلس الشيوخ ان احنا بنحط العقول دي تبدا تقول رؤيتها في فلسفه القانون. وهنا الفلسفه بتقول هل المجلس ده ايه كينونته، ايه وضعه، ممكن نزود ايه، ممكن نعمل ايه، ممكن تصوراته ازاي قبل ما يروح مجلس النواب مجلس الشيوخ عشان يكمل دوره المؤسسي اللي احنا كلنا مؤمنين بيه. والحوار الوطني نفسه عظيم. بيؤكد طول الوقت على هذه النقطه ان مؤسسات الدوله بشكلها القائم هي بتمارس صلاحياتها، واحنا دورنا ان احنا بنخلق او بنساعد في الفلسفه العامه للدوله المصريه عشان نصل لمنتج حقيقي يقدر يفيد الناس. طيب دكتور، وانت بتنتمي لتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، اللي شفنا منها مساله دمج الافكار السياسيه المختلفه وشفنا نماذج منها خرجت للحياه السياسيه تحمل فكر مختلف
بشكل كبير، وشفنا شباب زي الورد خارجه من تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين، واحنا دايما كنا وخصوصا الشباب شايفين انه الحياه السياسيه في مصر معقده والدخول فيها امر مش هين. النهارده واحنا بنشوف في الحوار الوطني هذا الجمع من العقول المختلفه والافكار المختلفه اللي كان من الصعب ان انت تشوفهم على طاوله حوار واحده، ووجود ممثلين للحكومه، الى اي مدى شايف انه ده ممكن يفرز لنا جيل جديد بفكر مدمج يحمل العديد من الأفكار اللي ممكن تفيدنا بشكل كبير في المجتمع؟ يعني آخر نقطة حضرتك قلتيها هي مرتبطة بأول نقطة، حضرتك قلت إزاي نوصل لجيل جديد يؤمن بهذه الآليات الوطنية والمقاربات اللي بتحدث في الحوار الوطني وغيره. بداية لما كنت حضرتك بتسألي على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهي أداة وطنية عظيمة خلال الخمس سنين اللي فاتوا، استوعبت كفاءات وقدرات شابة عظيمة للغاية في عدد من المجالات، وبطبيعتهم شباب متخصصين سواء سياسة اقتصاد أو حتى مجتمعيا، كل الشباب دول كان لديهم إمكانيات حقيقية، عشان كده تم ضمهم أو تم يعني اختيارهم في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكانوا موجودين. وبالتالي دايما حتى الناس بتقول أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي كانت حوار وطني مصغر قبل ما يطلق الحوار الوطني في هياته العامة وسياقه العام على مستوى الدولة المصرية، لأن هي حتى تعريفها الأساس أن هي منصة حوارية وكانت فيها تباين واختلافات في الآراء. يعني عندنا من أقصى اليمين لأقصى اليسار شباب موجودين داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هم اللي كانوا موجودين حتى في الحوار الوطني. صحيح. وشفنا كثير من اللقاءات والكلمات اللي هم بيقولوها في عدد من اللجان، كانوا بيطرحوا رؤيتهم بشكل حقيقي للغاية. طيب التجربة دي موجودة قدام الشباب، وأيضا لدينا تجربة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب واللي تابع الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب، نماذج أيضا رائعة ولديها إمكانيات حقيقية وموجودين في عدد من المناصب القضائية والتنفيذية. أمام التجربتين دول بنقول بقى نروح بيهم للشباب، نقول لهم طب هل أنت قدامك تجربتين عظيمتين، الدولة بتدعم هذه الأدوات الوطنية بشكل حقيقي ومنطقي. صحيح. وموجودين في مجلس النواب، مجلس الشيوخ وكافة المحافظات في مناصب متنوعة وكمان الوزارات، قدامك هذه النماذج، احنا دورنا بقى يعني مفروض شوية ان احنا نرفض الأكلاشيهات، نرفض الأمور اللي بتحاول تهبط من عزيمة الشباب. احنا لما كانت ونتذكر يعني ننظر للجانب بالضبط، المهم جدا ان انت تسعى مع الدولة المصرية ان انت تصل لهذه التجربة وهذه المشاريع عشان تكون موجود في السياق العام اللي بيدعم فكرتك. واقول لحضرتك حاجة، الحوار الوطني لما بدأ كان حوالي 17 لجنة، الحوار الأمانة الفنية ومجلس أمنا فكر طب احنا الشباب ما نخليهمش لجنة، فتم في البيان إعزاعة او استحداث لجنة للشباب ولجنة للسياحة. فهنا حتى ان مجلس الامه فكر وقتها ان احنا يبقى عندنا لجنه كمان للشباب عشان نستوعب افكارهم وحياتهم. عايز اقول لحضرتك ان كل المقترحات اللي وصلنا من الشباب من كل محافظات الجمهوريه بتؤكد على ان الشباب المصري لدينا شباب لديه قيم حقيقيه. صحيح. شباب مؤمن بالمضمون، بمعنى ان هو حتى لو شاف امور او سياقات غير سليمه لا هو مؤمن ان المضمون الحقيقي هيصل، لديه وعي حقيقي بالتخصصيه، لديه وعي حقيقي بالاداه الوطنيه اللي موجوده والادوات الوطنيه اللي موجوده في الدولة المصرية، ويسعى للاشتراك من خلالها في تنفيذ رؤيته. وأظن أن لجنة الشباب في انطلاقها يوم 8 يونيو بإذن الله في أول اجتماع ليها هتحقق كثير من هذه الأمور، وهتكون مميزة يعني نوعا ما عن اللجان الأخرى لأنها هيكون فيها حيوية أكثر وتفاعل أكثر مع القضايا. أكمل كلام حضرتك عن كل جلسات الأسبوع اللي جاي، لكن استأذن حضرتك هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا وحديثنا مستمر مع الكاتب الصحفي زكي القاضي، لكن نروح فاصل ونرجع نكمل كلامنا. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مكملين مع الكاتب الصحفي زكي القاضي، ويعني حديثنا مستمر عن جلسات الحوار الوطني اللي بتدخل اسبوعها الثالث من يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله. اهم الجلسات اللي هتعقد الاسبوع الجاي، ويعني اهم كمان المقترحات اللي هتناقش داخل هذه الجلسات. طيب خلينا نؤكد ان الحوار الوطني في مواصلته لعمله خلال الاسبوع المقبل هو يكتسب أرضية جديدة مع الشارع المصري وقوى المجتمع المدني، إن هو يستوعب كثير من الآراء ويسمع آراء الناس، وبالتالي هذا يعني دايما بحب يعني وضحوا للناس احنا مش بنعمل نخبه سياسيه على الفوتوشوب او بنضرب الناس في خلاط عشان نطلع ناس عايزينها بمزاجنا، عشان الناس برضو تبقى عندها الصوره الكامله ان احنا هنا بنسمع المصريين المتفاعلين في المشهد العام، وهذه صوره مصر الحقيقيه بادواتها اللي موجوده. فبالتالي احنا محتاجين نثق في بعض سواء معارضين او مؤيدين. الحوار الوطني هو نفضه حقيقيه للمؤيدين والمعارضين اللي الاثنين يسمعوا بعض ويتكلموا، عشان كده الجلسات
الأسبوع المقبل، وأظن إن إحنا قدام عدة جلسات مهمة، وعشان الأمور يعني الناس برضو تحب إن الناس تبقى تابعنا وتشاركنا وتبقى معنا في الصورة، لدينا لجنتين أظن إن هم من أهم اللجان معنا، لجنة الصحة وهتناقش التأمين الصحي، وده أحد الأمور اللي كانت الدولة حققت فيها مكاسب خلال الفترة اللي فاتت، وأظن إن إحنا أمام رؤية موضوعية نقدر نتكلم عن كثير من القضايا اللي تخص الأطباء، اللي تخص فكرة سفرهم للخارج، اللي بتخص المرتبات، اللي بتخص أوضاع المستشفيات. أظن الأمر ده هيبقى مهم جدا، وهي قضية جماهيرية في المقام الأول، ومحتاجين إن الناس تتابعها ويقولوا رأيهم. وكمان عندنا مهم جدا إن الصفحة الرسمية للحوار الوطني والناس تتابعها دايما طول الوقت، بتنزل أدوات تفاعلية إن الناس تبعت عليها مقترحاتهم ويبدأوا يشاركونا في كل القضايا اللي احنا بنتكلم فيها عشان نصل لنتيجة منطقية ترضي الناس. يعني اللي فاتوا القطر بتاع الحوار الوطني بتاع المقترحات اللي لو أرسل لنا في الأول، لسه القطر موجود، في عربية في الآخر كده اللي بتقول إن احنا عايزين منكم مقترحات تقدروا ترسلوها لنا لصفحة الحوار الوطني. أيضا لجنة الشباب يعني بإذن الله اللي هتبدأ عملها يوم 8 يونيو، عندنا موضوع مهم جدا وهو رواد الأعمال أو ريادة الأعمال، وبالإضافة إلى دعم ذوي الهمم في ريادة الأعمال، موضوعين مشتبكين مع بعض عشان الناس تفهم موضوع ريادة الأعمال ده، مش عشان الناس تحس إن هو مصطلح يعني فلسفي كبير كده ولا هو مش مرتبط بيهم، لا، ريادة الأعمال دي مرتبطة بالشخص اللي بيفتح سوبر ماركت، مرتبطة بالشخص اللي بيفتح شركة، مرتبطة بالشخص أي حد عايز يعمل اللي بيعمل مشروع بيتكفل بيه ويدفع مخاطره. فبالتالي كلمة يعني ما تفكرهاش كلمة تلفزيونية، لا، هي كلمة متعلقة بكل الناس وكل المشاريع اللي موجودة في الشارع، بالإضافة إلى ذوي الهمم ودعمهم في ريادة الأعمال. أظن إن إحنا لو قدرنا نسمع النماذج الناجحة وكذلك النماذج اللي لديهم مشاكل، وعملنا فكرة التوافق في التوصيات إن هم يسمعوا بعض، اللي عنده مشاكل يقول أنا وصلت آخري فين، واللي نجح يقول أنا نجحت إزاي. مهم جدا في الحوار الوطني إن إحنا نقدر نمرر اختياراتنا في الوضع القائم. الوضع القائم ليه شروط. رسالة الرئيس لما في يوم من الأيام قال أنا اشتغلت على فلسفة التحديات الموازنة، أنا بشتغل على كل حاجة. هذه التحديات بدأت مع الدولة المصرية، فإحنا دورنا محفوظ في ظل هذه التحديات وشغل الدولة اللي شغال إن إحنا إزاي نمرر اختياراتنا في هذا الوضع العام، فنضع توصيات منطقية تراعي العملية والعلمية وتراعي المعوقات الموجودة في الدولة المصرية. أظن في مجال ريادة الأعمال والشباب وكذلك ملف ذوي الهمم، لو إحنا عملنا الديبيت ده وعملنا عملية التواصل والاتصال ما بينهم عشان نخرج بتوصيات يعني مهمة، هذا أمر مهم للغاية. بالإضافة إحنا عندنا في المحور السياسي موضوع مناقشة التفرغ لأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ده برضه هيكون موضوع مهم للغاية، وهنقدر نطرح فيه رؤية في المحور السياسي أمام هذه القضايا. إحنا بس محتاجين من الناس تشاركنا، محتاجين إن هم يثقوا فينا بشكل أكبر، صحيح، يتابعونا ويقولوا لنا رأيهم، وإحنا دايما بننزل أدوات تفاعلية يقدروا يبقوا موجودين فيها معانا ونقدر نوصل لتوصيات مرضية. ده مهم جدا، مسألة التفاعل يعزز ثقة المواطنين في مسألة الحوار الوطني، والمكسب الحقيقي لكل تجمع كل هذه القوى السياسية داخل الحوار الوطني. بالتأكيد منتظرين يعني توصيات تكون ترضي الناس وتخدم المصالح الاقتصادية والسياسية كمان، لأن ده شيء مهم جدا جدا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي زكي القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، شكرا جزيلا على وجودك. شكرا لحضرتك، شكرا اللي تابعونا النهاردة، شكرا لحضرتك. نروح مع حضرتكم دلوقتي الفاصل، وبعد الفاصل استنونا معانا الممثل السوري السعودي محمد القس، وحوار خاص جدا في التاسعة. حن وضيفي دلوقتي، خلينا نرجع تاني نحب رجل العصابة زي عادل أدهم زمان كده ومحمود الدقن، ونرجع نفتكر أنه ممكن تقف معاه ضد البطل وترجع تحبه تاني وتشوف أنه عنده دوافع للشر ده، الشر اللي في النص يضحكك. فلسفة خاصة شوية في الكوميديا، ما أعتقدش أنه هو واخد منطقة الكوميديا دي من يعني منظور غير منظوره الشخصي. المصريين كلهم عرفوه في موضوع عائلي، وكان غازي الناس كلها تفاعلت معاه في الشارع وقعدوا يقولوا إفهاته، وكان الإفيه الشهير حبيبي حبيبي اللي كان بيقوله في المسلسل، وكانت الناس يعني متفاعلة كمان معاه على مواقع التواصل الاجتماعي، وده كانت كلمة السر الجمهور المصري عرفوا بيها من خلال موضوع عائلي، وارتبط بيه بشكل سريع جدا 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 في مسلسل موضوع عائلي، اللي طبعا كان حالة كوميدية عظيمة عشناها. شفنا كمان دخوله لدراما رمضان الموسم اللي فات في دور كان عامل جدل وقلق كبير جدا مع النجمة غادة عبد الرازق في تلت التلاتة، ويعني من أيام كمان كان في فيلم رهبة في السينما المصرية. حقيقة النهاردة أنا يعني سعيدة أن يكون في ضيافة التاسعة الفنان العربي السوري السعودي، لأنه الحقيقة هو يعني ميكس كده من مجتمعات عربية. مبسوطين جدا جدا أن النهاردة يكون معنا محمد القس. مساء الخير عليك. مساء النور عليك وعلى جميع المشاهدين، وشرف لي أكون على قناة مصر الأولى. أهلا بك، منورنا بوجودك. يمكن زي ما كنت بقول، إحنا كلنا
شفنا محمد القس في دور غازي في موضوع عائلي، والشخصية الشريرة اللي هي في النص تحس ان انت ده بيضحكك وانت بتحبه وانت تحب الشر وتقف معاه ضد البطل. انا عارفة انه البداية كانت قبل كده بكتير، ويمكن دي نقطة احنا ما بنعرفهاش قوي. في ممثلين كتير وفنانين كتير بيبقى عندهم مسيرة كبيرة من السنين مسرح وسينما، لكن بيجي دور سبحان الله بيبقى رزق سلط الضوء عليه في مثلا سوق زي السوق المصري. ده حصل معاك في موضوع عائلي في غازي. انا عايزه ابدا من الاول، السعوديه والبدايه كانت على المسرح في السعوديه. بص، هي البدايه هي الشغف اللي بيدخلك الحته دي. انت دارس فن؟ لا ابدا. وهي هي هي الموضوع انك بتحب تعمل حاجه. مع الوقت بتكتشف هل انت تجيد الحته اللي انت عايز تعملها او لا، دي مش حتتك. ودي الحياه انك بتبحث عن نفسك. فانا كان شغلي مندوب مبيعات. وفي المندوب هو تمثيل في الاول والاخر. على فكره انا بعتذر، انا واخد تون الصوت بتاعي. انا مبحوح. انت عندك نبره صوت مميزه. فالمندوب مبيعات هو عباره عن تمثيل، انك تاخد مع العميل وتدي معاه. يعني مثلا انت تكون زملكاوي تدخل على عميل اهلاوي، فاضطر انك تقول له انت اهلاوي بتحب الاهلي عشان ده. انت طولت في مصر يعني، خلاص دلوقتي بتشجع الكره المصريه وزملكاوي واهلاوي. فكان المشوار صعب جدا ومش سهل، لكن انا بظن نفسي اني كنت محظوظ بناس كتيره كويسه، ناس تعلمت منها، ناس اشتغلنا مع بعض. كان مشوار يعني كان في دائما حاجه جديده، اللي هو مثلا احنا مثلا 2005 2004 انا في التواريخ زي 2004 2005 الاستاذ تامر الصيخان معانا، نزلنا مسلسل على اليوتيوب، ودي حاجه ما كانتش اصلا موجوده انك تنزل مسلسل على اليوتيوب مدته دقيقه الحلقه، وكون الحلقه مدتها دقيقه برضو دي ما كانتش ايه معروفه. ده خدنا الحته تانيه بقى. ده بعد من بعديه بقى، لدرجه ان الواشنطن بوست ايامها جت وقالت لا، في سعوديين بيعملوا مسلسل على اليوتيوب يا جماعه ومده الحلقه دي. بعد كده عملنا الحته دي على قناه ام بي سي، وكان عندنا مسلسل في رمضان مده الحلقه 3 دقائق في قبل طاش مطاش، اللي هو يعتبر المسلسل المشهور الاكثر في السعوديه. و الجمال في التجربة دي ان كانت سواء من ناحية النص والاخراج والممثلين حاجة جديدة على الجمهور ما كانش بيتعود عليها. انت من الاول كنت واخد لاين الكوميديا ده، او حاسس انه ده الاقرب لك؟ لانه احنا شفناك في كوميدي وبعدين شفناك في دراما وتراجيدي مع غادة عبد الرازق، ويعني كان موضوع هنتكلم عنه. هو ده كان توكسيك بس يعني. جدا. هو ده كان المتاح وقتها، وكان ايامها مثلا اي حاجة لازم تعملها لازم تكون كوميدي عشان توصل للناس. لكن انا دايما عندي قناعه ان انت لازم يعني انا بالنسبه ليا لا، انا مش بحب اعمل كوميدي ولا تراجيدي بس، لا انت كممثل لازم تجرب كل حاجه. ودي موهبه الفنان او اللي ربنا الهديه اللي اديها له، انه انت كل يوم في كل عمل بتعيش حياه شخص اخر. سواء كان شخص سيء او شخص كويس او شخص بيضحك او شخص بيبكي. فهي هي هي دي هي دي العطاء اللي انت لازم تستغل الفرصه دي. ملامح يعني الفنان بتحطه في ادوار معينه او بتحطه في شخصيات معينه، مقتنع انت بده ولا لا؟ بص، في البدايه بيكون الموضوع صعب، فانت انت بتختار المتوفر او بتتحاول تتاقلم مع المتوفر. يعني في الاخر بقى بيجي بقى المنتجين بيقول لك بص لا، ده وشه تاريخي خلينا نحطه في الحته. وهنا صراعك يبقى مع السوق ومع المخرجين ومع المنتجين. لا يا جماعه، انا ممثل، انا ممكن اعمل اي حاجه انا بحبها. اللي هو وده اللي انا حاولت اعمله بين من الخروج من موضوع عائلي لتلت الثلاثه. ان لا، انا بحب اعمل تراجيدي. وبرده ده عملته في يعني مثلا عندنا في السعوديه في مهرجان اسمه مهرجان افلام السعوديه. بعد مشوار طويل في الكوميديا انا دخلت كنا عملنا فيلم اسمه المغادرون، فيلم تجريبي سوداوي، او خلينا نقول الفيلم طبعه شويه سوداوي عن راجل عاوز ينتحر وكذا، وربنا وفقني وخدت جائزه افضل ممثل على الدور ده. هنا انا بدا عندي شعور اكيد اني لا، انا ممكن اعمل حاجه غير كده، وده اللي شجعني اجي هنا مصر. المغادرون كان في 2017 تقريبا. صح والله صح. طيب، مساله الانتقال ما بين المسرح والدراما والسينما ووجودك في المجتمع السعودي، وانت اشتغلت كتير دراما سعوديه، وبعد عدد من السنين ما هوش قليل دخلت الدراما المصريه،
اتأخرت في الخطوة دي وليه ما جاتش قبل كده شوية؟ بص أنا بقالي 20 سنة في الدراما السعودية سواء من مسرح إلى تلفزيون إلى سينما. الدراما المصرية أنا بقالي 12 سنة بحاول أدخل المجال وكان في يعني ليا أصدقاء مخرجين مصريين وممثلين مصريين مثلا الأستاذة فيفي عبده وأنا أقول لك دي كان ليا معاها ذكرى كانت بتسجل بتصور كيد النساء في لبنان وتعرفت عليها وإنسانة عظيمة جدا وخلاص ومش عارف إيه وتقابلنا أيضا مع مخرجين لكن ما جاتش الفرصة ما تكملش لغاية أن جيت هنا في يوم من الأيام وخلاص التصوير بكرة والمشروع توقف بعد 12 سنة اشتغلت في موضوع عالي أنا كنت بسأل السؤال ده وأحيانا إحنا بنتسأل مع ربنا طب ليه يا رب أنا بعمل كل حاجة طب ليه ما وفقتنيش في الخطوة دي وكأن ربنا بيديني رسالة أن لا ده وقتك يمكن أنا لو دخلت قبل 12 سنة ما كنتش ناضج أو دخلت في مشروع مش هيكون بالشكل ده هو ربي حطيني في مشروع موضوع عائلي نص جميل وشو كان حلو موضوع جداً عائلي على ناس كتير جدا جدا فيمكن انا لو دخلت قبل كده كمان محمد رضوان برضو من الادوار اللي يعني كللت مش يعني مشواره الفني رمضان حريقه في موضوع عائلي تخيلي والاستاذ انا اتعلمت يعني من صبره ده اتعلمت حاجات كتير والتجربه بنفسها ادتني رساله ان ربنا هو بيديك الوقت هو عارف انت اشتغل واجمل كلمه انا سمعتها اللي بقول لك الحظ هو عباره عن عمل دؤوب تواتيه فرصه انت اشتغل الفرصة هتيجي بس لما تيجي الفرصة استغلها كويس وده اللي حصل في موضوع عائلي وبرجع أقول لك أنا يمكن لو قبل 12 سنة أو 10 سنين دخلت مصر يمكن عملت عمل الجمهور قال لا ده مش عايزين نشوفه تاني مرة أنت دايما بتتكلم على أنه بشوف أنت موجود على مواقع التواصل الاجتماعي أكرمتوني بلطفكو طول الوقت أنت ممتن لكل كل الكروهات اللي اشتغلت معاها اللي ورا الكاميرا وكل الزملاء الفنانين والنجوم ودي نقطة مهمة السوق المصرية على قد ما هي شوية تخوف لأنه الجمهور كتير. المصري يعني يا يحبك زي ما حصل معاك بشكل كبير يا عادي يا هتروح وما تعلمش معاهم أنت شايف دورك كفنان لما ده يحصل معاك وتنجح بتعمل ايه للاجيال الاصغر بقى ما انت هنا بقيت نجم بعد موضوع عائلي وبطوله قدام غادة عبد الرازق وغادة عبد الرازق من النجمات التقال في السوق جدا. المصريه وبعدين فيلم شايف ازاي انه الفنان دايما بيبقى عليه دور للي جاي وانه لما بيبقى معاه حد جديد يدعمه ويعني يديله مساحته طيب هي نقطتين بالنسبه لاكرمتوني دي حاجه انا لازم اقولها يعني لازم اقول للشعب المصري الفنانين المصريين اللي اكرموني يعني في ناس كتير بعتت لي مسجات او اتكلمت معهم وشفتهم في قالوا كلام هو مش مطلوب منه انه يقول الكلمتين دول او حتى يتصل بيا فدي لازم تقولها الشق الثاني من السؤال الجيل الجديد ده انا بشعر فيه مسؤوليه دايما احنا تجاهه عشان انا في يوم من الايام كنت هنا انا في يوم من الايام كنت عايز انا ما بحبش كلمه دعم هو بيدعم نفسه وكلمة دعم بدأت تبدو كتفضل أو كمنية لا أنا دلوقتي مثلا مخلص فيلم امبارح اللي هو الصوت المبحوح ده عشانه فيلم هو مشروع تخرج لمجموعة طلاب وطالبات في معهد السينما فيلم قصير 15 دقيقة للأستاذة منيرة السيسي هي المخرجة بعتت لي على الفيسبوك قلت لها بعتي لي النص شفت النص جميل يلا نشتغل انا بشوف الفرحه اللي بشوفها في عيني انت بترد بنفسك على الفيسبوك مش عايزه اخرج من الموضوع بس عايزه ااكد على النقطه دي انا في وسائل التواصل الاجتماعي انا قليل التواجد يعني مش كده بس انا اللي برد يعني ما بسيبش حد يرد عني او شركه تمسك وهي تبدا تقول لا بحب انا اكلم الناس انا ورحت للولاد في معهد السينما رحت للولاد عايزك تحكي لي عن كواليس لقائك بيهم لانه اللي بيتخرج ده مجهود عمره كله في مشروع التخرج صح لما وافقت ورحت لهم شفت ايه فعلا الفرحه بص الناس دي اولا لما بتشتغل انت عارف انك الناس ما بتشتغل الفن هو لا هم ربح ولا هم خساره ولا هم فبتلاقي الكل شغال بقلبه يعني امبارح هي كانت خليه نحل اللوكيشن احنا صورنا من واحده الظهر لغايه تاني يوم 9 الصبح النهارده في تعب في بس في 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 عشق للمهنه الكل بيشتغل من قلبه الكل حابب يعمل حاجه كويسه وده مشروع التخرج ده يعني انا بالنسبه ليا هو يوم لكن بالنسبه ليهم ده عمر ده اللي هيتحدد عليه تخرجه والحاجات اللي هيعملها بعدين فلازم انا اكون قد المسؤوليه دي مش بقول لك هو الموضوع مش تفضل الموضوع مشاركه وانك تشارك حد حلمه دي نعمه
اما تشوف الفرحه بعينيه دي حاجه من ربنا. ده هي كلمه شكرا لله سبحانه وتعالى لكن بطريقه تانية. الناس دول انا ممكن وخليني اكون منافق خليني اقول الناس دول بشتغل معاهم عشان بكره اما يكبروا وانا اكون عجزت يفتكروا الراجل ده اللي اشتغل معانا في يوم الايام. ودول بقى خلصت منهم بكره عندي تصوير مع شباب برضو عاملين كده حاجه صغيره الاستاذ ميلاد كمال ومراته عاملين مشروع صغير انا ناسي اسمه بالموبايل فمسلسل كده عاملين على اليوتيوب بتاع 3 دقايق الحلقه او 5 دقايق عن قصه حد اعمى. احنا بنشوف العالم من نوع من العمى اللي يصاب بيه. حبيت الحدوته جدا وبكره هسجل معاهم. انا حبيت قوي الحكايه اللي انت حكيتها دلوقتي سواء عن معهد السينما او كمان المشروع الجديد على اليوتيوب و الشكل المختلف ده بعيدا عن المسلسلات الطويله سواء احنا بنتكلم على المنصات وده دلوقتي بقى الدارج مسلسل 10 حلقات ومسلسلات على اليوتيوب ومدتها قليله شايفه ازاي وبيخدم الدراما ولا بينتقص منها؟ انا بشوف ان المنصات عملت جميله وحاجه جميله جدا اللي هي خلاص ما فيش بقى 30 حلقه يعني ايه اللي يربطنا 30 حلقه دي الميزه الاولى. اللي بشوفه انه مش كويس ان المنصات بتفرض عليك بتروح تجيب لك مثلا فورمات مسلسل هندي ولا اجنبي وتقول لك تعال اعمل زيه سعودي ولا مصري ولا ليه بقول لك ازمه كتاب. انا بالنسبه ليا ما بشوفش ان الموضوع ازمه كتاب خالص ازمه منتجين. في كتاب انا بشوف هنا بصي انا من بره مصر واول اسبوع قعدت هنا قابلت كتاب عندهم مشاريع ايه المشاريع الجميله دي بس المنتجين مش عايزين. في كتاب عندنا في الوطن العربي مش بس في مصر في الوطن العربي بس خلاص ليه انا اجيب فورمات مسلسل هندي مثلا ده لا يمت مثلا عاوز يعمله مصري او يمصره خلينا نقول ده لا يمت بمصر بصله ولا في من الشخصيات ولا من الحدوته مصريه ولا احنا بنتكلم على 7000 سنه انت عندك تاريخ 7000 سنه انت عندك قصص انت ممكن اللي بره يجوا ياخدوا منك فانت اشمعنى تروح انت تاخد من بره. وده عندنا برضو في السعودية في الخليج وفي السعودية وكذا لازم نهتم بالحواديت بتاعتنا اللي ليها طعم ومذاق مختلف وأكيد هيشدنا أكتر من أي حاجة بالزبط تانية. بالزبط احنا نبحث عن البساطة ليه انا اروح سيبيني ساكت انا دلوقتي مش عايز اخسر حد ونرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل عندي ليكوا هدايا. طب عظيم ماشي اوكي نروح فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجم محمد القس. رجعنا مع حضراتكم ومكملين سهرتنا مع نجم محمد القس. مزيج ما بين المجتمعات وانا شايفاك دلوقتي داخل لنا بقى بقهوه سعودي انا مشكورك طبعا بص انا دي وتمر بقى القهوه دي انا بعملها عندي في البيت القهوه السعودي دي حاجه ولازم ادوقها لك. ده ايه الكرم ده احنا المفروض نضيفك دي بص احنا اتعلمنا الكرم واحنا الوطن العربي احنا كلنا كرم وطن كريم فدي انا بالنسبه لي المخرج عايز قهوه كمان المخرج قهوه عربي طب ما كانش قال لي سعودي قهوه سعودي يا استاذ دي بقى ليها تكنيك خاص في طريقة العمل القهوة. أنا بالنسبة لي بستمتع جدا وأنا بعمل القهوة البيت ريحة القهوة البيت يعني أنا بحب أسمي أني أبخر البيت بالقهوة فدوقي أشكرك كده. طبعا دي ما يتحط لهاش سكر خالص ودي بقى إيه شكرا مع البلح الناس اللي تحب فالقهوة السعودية دي أنا بالنسبة لي يوميا دي أنت عايش في السعودية من وانت عندك كم سنة؟ جيت السعودية وأنا عندي تقريبا 5 سنين خرجت من حمصة يعني وانت طفل تقريبا بص أنا حمصي بس مواليد دمشق احنا حمصة عندنا زي الصعيد عندكم صعيد يعني من صعيد سوريا أوكي فمواليد دمشق وجيت السعودية وأنا عندي 5 سنين المزج ما بين المجتمعات العربية سوريا والسعودية فادك في ايه؟ اثر فيك ازاي؟ بصي اصلا انك تعيش في السعوديه في تنوع كبير في الثقافات، يعني مثلا في المدرسه هتلاقي زملائك والله باكستاني، لبناني، فلسطيني، سوري، اردني، سوداني، يمني التشكيله دي لوحديها بس انت وانت صغير وانت عارف الطفل بيمسك على طول بتلقط معاه الحاجات سواء لو كلمه فكذا فانا من صغري متعود مثلا اسمع الفلسطيني والاردني واللبناني فوانت صغير خلاص بتكبر بتكلم شويه اردو اللي هو الهندي او الباكستاني وغازي بقى وكنت بتكلم كذا لغه في موضوع ده فادني بغازي يعني في غازي
هو راجل ما حدش يعرف القهوة بس ده. الأول لازم أشكرك على القهوة، القهوة عظيمة الصراحة. صح أنت عارفة بس تخلصي تعملي إيه؟ عامل إيه؟ حط تاني. لا بس هو بس تخلص القهوة فدايما في المجلس في حد واقف ومعاه الدلة ومعاه الفنجان، تدي له الفنجان لو مش عاوز لازم تعمل له كده. أوكي. بس الهزة دي. فغازي أنا استفدت من الحاجة دي في حتة غازي إن الراجل ده ما حدش يعرف هو من فين، فممكن يتكلم تلاقي كلمة فرنسي على كلمة إنجليزي على كلمة سوري على كلمة لبناني على كلمة سعودي. الخليط ده هو اللي خلى غازي غازي. محمد القس بعد موضوع عائلي إيه اللي بالنسبة لك كان فارق قبل موضوع عائلي وبعد موضوع عائلي؟ كل حاجة يعني. موضوع عائلي أنا كلام هو سيبدو كأني بعيده كتير، بس هو جواز المصر، هو جواز الفن في مصر موضوع عائلي، وإنك تدخل مصر دي حاجة مش سهلة جدا. يعني أنا جيت هنا موضوع عائلي هو اللي خلاني خلاص أقعد هنا وهكمل يعني أنت مستقر دلوقتي. والتجربة أنا غلبت ما لقيت شقة. ما عندنا شقق في مصر؟ لا عشان انا ما انا بص انا عندي مشكله، انا عندي طنين في الاذن، فالاماكن فيها زحمه بتناسبنيش، فروحت سكنت في زايد. أوكي. حته كده بعيده ورايقه بس بعيده عن كل حاجه. اصحابي بقى في التجمع في مدينتي في نصر، فدول بقى ممكن اشوفهم في الشهر مره الشهر. مشكله. فقررت ان خلاص اكثر الحاجات اللي اثرت فيك لما نزلت الشارع بعد موضوع عائلي والناس بقت عارفاك، التعليقات من الناس المصريين، وانت ليك فيديوهات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عن المجتمع المصري ووجودك في المجتمع المصري، اكتر حاجه لفتت نظرك في الشارع المصري؟ بصي هو في الاول انا عايش في المجتمع المصري في البيت. انا جوز اختي مصري. اوكي. محمد فوزي سرور اوجه له تحيه، من بلطيم من كفر الشيخ. الراجل ده عامل لنا حاله مصريه في البيت، طبعا هو جوز اختي من 25 سنه تقريبا. بس لما تيجي هنا وتعيش في مصر تشوف المصريين تختلط بيهم حاجة تانية غير اللي ممكن انت تشوفها بره. اول يوم عيطت وانا نازل الشارع، اللي هو الناس بتسلم وحبيبي ومش عارف ايه وغازي بتتصور، ما كنتش متوقع. ما كنتش متخيل وانا ضعيف امام الـ 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 الحتة دي. محبة الجمهور المصري دي حاجة ما اقدرش اوصفها يعني، ومهما اتكلمت عنها هيبدو الامر كليشيه كتير، بس دي حاجة بينه وبين ربي يعني. فبدأت أدخل بيوت مصريين أقعد معاهم أشوف من كافة مثلا. أنا فطرت عند مدير أعمالي الأستاذ زيكا، خدني الفطار عندهم في البيت، حاجة غريبة جدا. كلت فول وطعمية يعني؟ لا هو يعرفني أنا بحب الطرب. الطرب المصري يا نهار أبيض يا نهار أبيض. هو أكرمك شوية، ده مش الفطار المصري. جدا. والملوخية. الحاجتين دول انا ضعيف امامهم جدا. الفهنة. طب عايزين نروح لتلت التلاتة. وده كان عامل قلق في رمضان، وكان معاك تلاتة غدا عبد الرازق، يعني هو اصلا يعني ده عقاب. واحدة صعب يعني، واللي احنا شفناه وشخصية فريدة وشخصية امجد كانت شوية تتعاطف معاها وشوية تحس انه لا يستاهل اللي بيحصل فيه، ومشاهد كانت مرعبة يعني. المشهد بتاع انه يدفن حي ده لما سابته في القبر وقفلت عليه، احكي لنا شويه عن كواليس تلت التلاته كام وتجربه ال 15 حلقه في رمضان. واصلا دخول مصر حاجه ودخول الموسم الرمضاني حاجه تانية برضه، المنافسه فيه بتبقى قويه يعني. انا هنا عندي اتنين، عندي غاده عبد الرازق ورمضان. يعني الاستاذه غاده عبد الرازق اصلا كون انه في عمل وبطوله مع الاستاذه دي، ده لوحده تحدي كبير. وهي يعني انت بتبصي انت لما بتتكلم، شفتي انت وانت ماشي في الشارع في عربيات بتعدي جنبك، بتلاقي في طفل صغير واقف بره، غالبا طفل بيعمل ايه؟ ببص كده من الشباك. بيحاول يستوعب العالم، بيحاول ياكل العالم بعينيه، يشبع منه. دي بقى مرحلتي مع غاد عبد الرازق. هو فعلا انت بتحاول تتشبع تشوف، هي مجرد عالم غاده، مش انسان عادي يعني، هي عالم. فتدخل معاه وتدخل معاه التحدي، وهي شخصيه طبعا هي ثلاثه غاد عبد الرازق مش واحده. وانا كنت اقول لها، وكان في بيننا تحدي، بقول لها بصي انا هخلي يعني الناس هتتعاطف مع امجد، وهي بتقول لي لا مش عارف ايه ليه طبعا، وهو كلام فني فيه. بس الفكره فين؟ انا كانت وجهتي هي حاجتين، اني اطلع من جو الكوميدي اعمل حاجه، وامجد انا بقول لهم دايما احنا بنشوف لو هو شرير، الشرير بنشوفه بيعمل شر شر شر، في اخر العمل بيلقى جزاؤه. الراجل ده بيتعاقب من اول العمل لاخره. هو انسان، الشخصيات في العمل ده كلها وقعت تحت ضغط
وكله أخرج أسوأ ما لديه. فإحنا عمالين نشوف البشر وقد إيه ممكن برضو يوريك أنه غلطة واحدة تدفعك حياتك كلها تمام بس عشان تصلح. تماماً الراجل ده الغلطة اللي غلطها هي غلطته ومش عارف مين غلط كل اللي في المسلسل ده غلط. هو مجموعة أخطاء إحنا نخرج بيها. طب تربية التوائم رجعنا بقى شفنا السيرة الذاتية بتاعت الأب. الأب عمل إيه والأم وتربوا إزاي. العظيم صلاح عبدالله جداً أستاذ صلاح عبدالله ده بقى ده حبيب الكل ده هنا في مصر. إيه الإنسان والله العظيم جه خدني كده على جنب والمسلسل بيتعرض. إحنا كنا دخلني في الأوضة عنده نادى المساعد قال لي الأستاذ صلاح عايزك. قال لي كلمتين بينه وبينه والله أنا كل شوية هقول لك خلاني أعيط. الراجل ده عظيم جدا بوجه له تحية. فأرجع مسلسل تلت التلاتة أنا متعب جدا هو أصلا نفسي وشغل الممثل فيه رياكشنات. فكان حتتي أن لازم الرياكشنات بتاعتي تختلف العياط بتاعي يختلف لأنه كل شوية هي بيتفاجأ في حاجة الشر بتاعه لو لما بيعمل حاجة أحيانا غصب عنه تعاطف الناس معاه. وبعدين بص هي حلقه بتعاطفوا معاه حلقه تانية بكرهه حلقه بتعاطفوا معاه الجدل ده انا اللي شفته بعين الجمهور بعد كده جدا حبيته والحمد لله انه وصل الحمد لله. يعني الحاله المجتمعيه اللي كانت في اختلاف على موضوع نتعاطف مع امجد ولا لا وكنت بتشوف ده على مواقع التواصل الاجتماعي وزي ما انت بتقول كان في ميمز كتير معموله على انه ده بيتحاسب من اول حلقه لحد اخر حلقه. احنا بنتعاطف مع الناس التوكسيك الرجال على وجه التحديد. هو احنا كبشر احنا بدينا كلنا نحب التوكسيك مش عارفين ليه. احنا بنعاني منهم ونحبهم. بس عندي فكره انا ان انا ما يقولوا لي دور شر انا ما عنديش حاجه اسمها دور شر. ده انسان الانسان ممكن يعمل شر وممكن يعمل خير. تحت الضغط ممكن يحصل ايه في الموقف ممكن يحصل ايه. انا بالنسبه ليا ممكن اعمل عمل انت تشوفيه شر. انا دائما كنت بلوم احيانا وانا بتفرج على الناس بقول صاحبي ده عمل كده ليه ما يصحش. طب دي عملت كده ليه والله العظيم. ويدور الزمان واقف في نفس المكان اللي هم واقفين فيه واروح اعمل خطأ اسوأ من اللي هم عملوه. فاحنا احيانا بنحكم على الاشخاص بانهم شر او مش كويس شر او مطلق كذا او شر. هو ما فيش شر مطلق. هو احيانا انت ممكن ربنا يحطك في حتة تروح عامل حاجة غصبا عنك بس الآخرين لا. عشان كده أنا بطلت أصدر أحكام. ليه أحكم عليك أقول والله بص لا هي المفروض ما عملتش كده ما عملتش. أنا ممكن لو ربنا حطني في الحتة بتاعتك أنا ممكن أعمل أسوأ. ودي يمكن الحتة اللي استفدت منها بالتمثيل إن تعال لا ده إنسان وبقى ما فيش شر اللي هو خلاص يعمل كده من أول العمل لأخره هو عمل كده وسوف أقتلكم جميعا هذه الليلة. ما فيش طيب دلوقتي احنا عندنا فيلم في السينما فيلم رهبة. احكي لي بقى السينما اخبارها ايه والفيلم ومعاك احمد الفيشاوي يعني مجموعة كبيرة في الفيلم. تجربة حلوة جدا اول تجربة ليا سينمائية. انا بحب اعمل حاجات جديدة بحب اعمل يعني اغير. الاستاذ احمد الفيشاوي انا انسان اصلا بحبه شخصية وحبيته اكتر اما تعرفت عليه اكتر. حدوته كده غريبة وده اللي لفت انتباهي في الحدوتة انها غريبة مش مطروقة. يبقى الحكم للجمهور انها الغرابة اللي فيها حلوة ولا مش حلوة. الحمد لله اللي انا سمعته لحد الان حاجة حلوة. الشخصية هي طبعا ضيف شرف بس موجود في كل اجزاء الفيلم. الناس حبيتها يعني انا رحت السيما ولبست كمامة ونظارة ودخلت. انا بحب اتفرج على الجمهور اسمع هم ايه اللي بيضحكهم الناس دي لانه ممكن انا انت تشوف 3 4 في الشارع هم بيحبوك. فلو حتى عملت حاجه وحشه يقول لك يا عم انا بحبك فتاخذك العزه بالاثم فتروح تعمل حاجه سيئه. لا انا دخلت بالسيما وقعدت اسمع الناس ايه اللي بيضحكهم ايه اللي. فكنت جدا مبسوط بردود الفعل وبسمع. وانت احيانا في السيما احنا بنتكلم مع بعضينا يعني فتلاقي كان بص لا على الحته دي ونتكلم عن الممثلين صحيح فدي ردود الفعل اللي انا لسه دي تجربه اولى لسه في وراها ان شاء الله تجارب اكتر وهرجع اخش السينما واسمع الناس بتحب ايه. شغال على ايه دلوقتي ايه الجديد في مصر على وجه هي في في مسلسل ان شاء الله حلو جدا انا بحب الناس اللي شغالين في المسلسل ده وفي فيلم برضو تاني وفي مشروعين برضو لطلاب سيما ما شاء الله. طيب اخيرا انت ليك ما تسميه بحمصياتي بتكتب وانا شايفه ما شاء الله اللغه العربيه يعني ده زمان قويه احب اللغه العربيه نعم. ووجودك في المجتمعات اللي انت عشت فيها والسعوديه وسوريا على وجه التحديد خلى عندك الحته بتاعت الكتابه دي ولا هي حب للفن عموما يعني؟ الكتابه هي كانت
حالات بتجيني، فطبعا انا مش كاتب بالاخير، هي خواطر يعني. احيانا بتكون شعر، احيانا بتكون نثر مقفى، بحب الحاجات دي، بحب كنت، او يمكن انا بعد ما عديت الأربعين بطلت اعمل الحاجات دي والله مش عارف. مش بمناسبه الأربعين بقى، وان انت اعزب لسه، عديت الأربعين واعزب، ايه الموضوع ده؟ عادي عادي، في ناس عمرهم 50 لحد دلوقتي ما اتجوزوش. هي الفكره ان احنا دايما عندنا السؤال ليه ما اتجوزتش. والمعجبات اخبارهم ايه في الموضوع ده؟ الحمد لله مش معجبات، انا بعتبرهم اهل يعني وحبايب. و يعني بص، هو اصلا اما يجي حد يقول لك انا بحبك دي لوحديها حاجه حلوه يعني، انا حاجه من ربنا، بتعتبرها ان ربنا بيطبطب عليك في حته من الناس، يقول لك والله انت اسعدت، ودي احلى حاجه. يقول لك والله بص انا كنت مودي خلاص اخره وما كنتش طايق اشوف حاجه، فاتفرجت فشفتك فلقيتك انت ضحكتني وكذا، دي تساوي الكثير. صحيح، والكوميديا على وجه التحديد يعني فن فيه كتير من البهجه والمتعه للناس كلها. انا عايز اختم معاك بقى، تقول لنا يعني الجمله الشهيره اللي كلنا بنحبها لغازي يا حبيبي. طب بصي اعطيكي غيرها، اتفضل. خلينا نقول مثلا بيت لنزار قباني، اتفضل. انا بحبه. في بيت بحبه جدا من قصيده عيناك دي، غناها خالد الشيخ سنه 90 تقريبا او 91، بيقول انا انسان مفقود لا اعرف في الارض مكاني، ضيعني اسمي، ضيعني دربي، ضيعني عنواني، تاريخي ما لي تاريخ، إني نسيان نسياني، إني مرساة لا ترسو، جرح بملامح إنساني. ماذا أعطيك؟ أجيبيني، قلقي، شكي، غثياني، أنا ألف أحبك فابتعدي عني عن ناري ودخاني، فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني. يعني انا من عشاق نزار، فسعيدة بالبيت ده، وأعتقد إن احنا ممكن نشوفك في أعمال تجيد اللغة العربية، لأنه الفنانين دول بيكونوا مش كتير الفنانين عشقي اللي بيجيد اللغة العربية. عشقي، يا ريت يا رب يا رب في يوم من الأيام أعمل حاجة بالفصحى. عشقي عشقي إن شاء الله، يعني مزيد من النجاح والتوفيق. أنت أسعدتنا النهاردة بوجودك معنا. شكرا لك، شكرا على القهوة، شكرا حبيبتي، ربنا يعني أكرمتنا، شكرا جزيلا، استمتعنا بوجودك معنا فنان محمد القيس، شكرا جزيلا على وجودك معنا في التاسعة. شكرا لك. كده مشاهدينا وصلنا معاكم لآخر حلقتنا، يا رب تكون كانت حلقة خفيفة على قلوبكم، ودايما نشوفكم على ألف خير. سلام عليكم.